المهم بقى خلينا نرجع آسر للمونديال ونتكلم بقى شوية. يعني خلاص كرواتيا والمغرب عدت، وكرواتيا برضو فريق أو كان منتخب برضو طبعا تقيل بصراحة، ومحقق ذاته في الفترة الأخيرة كام سنة اللي فاتوا بشكل كبير، وربما في المونديال القادم في أمريكا برضو يبقى فيه أداء ممكن مفاجئ، نلاقي مثلا كرواتيا خدت كأس العالم، يو نيفر نو، زي ما بتعرف بالظبط قريبة لده. بالظبط. لو كلمنا بقى عن المباراة النهائية النهاردة وفرنسا والأرجنتين، وكانت حاجة غريبة جدا زميلنا عويس بيقولها لنا ونقل لنا الموجود هناك، يعني الصورة ناس فرنساويين متعاطفين مع ميسي، يعني تخيل انت منتخب بلادك بيلعب لكن عندك حته كده تقول يعني لو الارجنتين خدتها مش مشكله، تخيل. فانت بتشوف ده ازاي؟ غريبه قوي. بشوف ده انه يعني ميسي يبقى ميسي الحقيقه، انه ناس بتتكلم يمكن قبل المباراه يعني هوندو وكريم على انه فكره طب هو محتاج فعلا التتويج او زي ما الانجليز بيقولوا يعني تشيري اون ذا كيك عشان يكلل المشوار ببس يتبروس كده بكاس العالم. انا بعتقد انه يعني مش في احتياج لاي حاجه، هو ما عندوش حاجه يثبتها، لكن الناس من حبها لميسي عايزاه يبقى بطل اللقطه الاخيره في انه يبقى بطل لشعبه بالتالي، ويستحق برضه اللقطه ويستحق الاخيره طبعا دي بيني وبينك مع المشوار اللي هو عمله في بالظبط حياته وفي رحلته، بالظبط يستحق الكريزه دي اللي في الاخر. ايوه يستحق، لانه كمان احنا كنا عايزين حد منهم اللي ياخدها يا كريم، يعني يا رونالدو يا ميسي، فلما رونالدو خرج زي ما انت بتقول فالناس حابه قوي ان ميسي ياخدها. هديك مثال كمان انا هوندو كريم على فكره انه يبقى حد من فرنسا بي 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 يعني بيميل لميسي، جاري لينكر طبعا المذيع المشهور واللاعب العظيم لمنتخب انجلترا بيقول لك في الجون بتاع 86 لما مارادونا رقص الفرقه كلها هو كان في الملعب، جاري لينكر قال لك في لحظه ما انا من لما اتاثرت بعظم كنت اسقف انت متخيل. قبلها كمان كان جاري لينكر ده لوحده كان حدوته ده كان اصلا في هداف زمنه البطوله يعني. طبعا. فتخيل نفس الكلام على المعيار ده، أيوه. انه في ناس من فرنسا طبعا يعني بلدي وعايز اشجع بلدي وتكسب، بس ده ميسي، فبالتالي طبعا مباراه كبيره جدا. ميسي على قربت قوي، يعني لو ناخد بالتدريج عارف يعني هم مشيوا 2006 كان نازل كبديل في ماتش صربيا ومونتينيجرو في دور المجموعات وشارك كسبوا 6-0، شارك سجل اسيست وعمل جول، يعني سجل جون وعمل جول. جه في 2010 مع مارادونا كان المدير الفني خرجوا بشكل قدام المانيا وما سجلش ولا هدف، الناس قالت لك ده اسطوره لبرشلونه بس ومش اسطوره لشعبنا وما بيعملش حاجه معانا. 2014 كان حامل لاربعه بالون دور ومعاه 4 كرات ذهبيه وداخل وجايب 4 جوان ووصل بفريقه للنهائي الوقت الاضافي، ماريو جوتس المانيا برضو المانيا تجيب الجون. غريبه قوي الارجنتين حظها غريب في المونديال دايما مع المانيا، ما بتختمهاش بالمكسب ليه بقى؟ بعتقد من سنه 90 وصول النهائي كان اصلا المنتخب الارجنتيني مش بيوصل نهائي، كان اول مره يقرب جدا هي 2014، مرورا ب 2018 بدأ في دور المجموعات يعني نسبيا، بعد كده غلب من كرواتيا، بعد كده لعب مع فرنسا اصطدم بفرنسا بس في دور ال 16 ده غلب 4-3 وخرج بدري قوي. فبالتالي على مدار بص كم مشاركه لميسي اعتقد دي يعني المفروض يعني الناس كلها بتتمنى انها تبتسم له اخيرا بعد خمس مشاركه. المنتخب الارجنتيني نقدر نقول انه من زمان يعني في ازمنه مختلفه كان طول عمره يعني منتخب النجم او نجمين بالكثير مارادونا من طبعا زمان زمان من قبل حتى مارادونا. ولك الحاجه ده ممكن يكون من ضمن الاسباب ده حقيقي جدا تاكيدا على كلامك يا كريم فعلا انه النهارده الفرقه مليانه نجوم حوالين ميسي، لكن وقت الجد او لما احتاجت الارجنتين انها يبقى فيه لعيب حاسم او كان فيه تذبذب في دور المجموعات اللي بيعمل الفريق لو اتحرك هو في سن ال 35 بس، يعني ممكن طول الملعب طول المباراه بيتمشى، لكن بيقدر في كوره واحده يعمل اسيست يسجل هو اللي بيعمل الفرق. فيبقى برضو في لعيبه كويسه بتلعب في اكبر الانديه واسامي كبيره لو طار مارتينيز ودي ماريا وغيرهم، لكن يبقى ميسي طبعا حقيقه هو منتخب اللاعب الواحد، وده اللي بيخلي لعيبه معينه مش مجرد لعيبه قد ما هم اساطير بتلعب طبعاً. في الملعب طبعا حقيقي يعني. طبعا اسطوره حقيقه ميسي الحقيقه، فكره الكونسيستنسي هو وكريستيانو على مدار طبعاً. 16 17 سنه كريم ونهاوند بي 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 بيحتل مفيش حد قادر يقرب، يعني ما شفناش حد بيسحب البساط، يمكن كنت بتكلم انا وانت قبل هوا ما حدش قدر يسحب البساط خالص من تحتيهم. فبالتالي عايزين فعلا القفله الاخيره او اللقطه الاخيره تكون تليق بنجم كبير زيه. طيب.